السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما حد بيتكلم عن مواصفات السيارات دايما تسمع مصطلحات زي القدرة الحصانية وعزم الدوران أو النيوتن متر أو التسارع، وبتتكرر المصطلحات دي باستمرار، وخاصة لما حد يتكلم عن أداء المحرك. على الرغم من إن عشاق السيارات عارفين إن القدرة الحصانية وعزم الدوران بيلعبوا دور مهم جدا في أداء السيارة، إلا إن معظم الناس ما يعرفوش بالظبط إيه تأثير الأرقام دي. عشان كده أنا قررت النهاردة أعمل فيديو مخصوص أشرح فيه الموضوع ده وأوضح معاني المصطلحات دي بدقة وأشرح الفرق بينهم بدون تعقيد وبدون دخول في تفاصيل هندسية. وسواء كنت من عشاق سيارات بشكل عام أو عميل هتشتري عربية جديدة أو عايز تبدل عربيتك القديمة بعربية أقوى أو أسرع، لازم تفهم الفرق بين القوة الحصانية وعزم الدوران. القصة في غاية السهولة بعكس المعتقد. في الحقيقة الموضوع ده محتاج فعلا توضيح علشان اللي عايز يشتري عربية جديدة وقاعد يسمع أرقام عزم دوران وقدرة حصانية وتسارع وعدد لفات ومش فاهم أهمية الأرقام دي وبتأثر في إيه بالظبط. قبل ما أدخل في الموضوع لازم تكمل الفيديو للآخر علشان الصورة تكمل، لو عاوز تفهم معنى العزم والقدرة، لأني هقول أمثلة توصل لك المعلومه بشكل سهل، وان شاء الله هتطلع من الفيديو ده قادر تفرق بين الاثنين، وفي النهايه هتعرف انت محتاج عربيه او محرك عربيه مواصفاته ايه بالظبط. لو حسيت ان انت استفدت من الفيديو شيره عشان المعلومه ما تضعفش عندك والفيديو ينتشر ويوصل للناس اكتر، وما تبخلش بلايك. ولو عاوز توصلك فيديوهات عن السيارات اسعار وريفيوهات ونصائح مقارنات واخبار، اشترك في القناه ودوس على سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. نبدا على بركه الله. عزم الدوران او الترك هو مقياس لقدره قوه معينه على اداره جسم او تحريك الجسم بشكل دائري حول محور. فمثلا لما بتلف مفتاح عشان تفك او تربط صامولة، قوة ذراعك بتولد عزم دوران وقوة دائرية الاتجاه حول محور ثابت. هتلاحظ في الصورة المفتاح وهو بيفك صامولة، وهتلاقي فيه متغيرين بيأثروا على عزم فك الصامولة. الاول هي قوة ذراعك، والتاني طول المفتاح او المسافة ما بين ايدك وبين الصامولة. وهتلاحظ الموضوع ده في فك مسامير فردة الكاوتش وانت بتغير العجلة. لما بيكون المسمار مربوط جامد وانت مش قادر تفكه بتستخدم قوة اكبر وهي رجلك علشان تفكه او تربطه. ولو وقفت على المفتاح ومفيش فايدة والمسمار مش عاوز يفك، بتركب ماسورة في المفتاح بنسميها ذراع عزم او تطويلة، وكل ده عشان تزود المسافة وبالتالي يزيد العزم، لأن العزم يساوي القوة في المسافة. يعني عشان تزود العزم يتزود القوة يتطول المسافة. معنى كده إن العزم هو القوة اللي بتحتاجها لتحريك العربية عند السرعات المنخفضة، أو بمعنى آخر قدرة العربية على الانطلاق من الثبات أو من الصفر بتعتمد على مقدار عزم الدوران اللي بيوفره محركها وبيتقاس بوحدة النيوتن متر. ومن الآخر عزم الدوران هو اللي بيخلي العجلات تلف والعربية تنطلق، وهو ده الرقم اللي لازم نهتم بيه علشان نعرف إمكانيات المحرك ونحكم عليه. ارتفاع عزم الدوران معناه إن المحرك ده يقدر يتعامل مع أوزان أتقل، وممكن ملاحظة الكلام ده في عربيات النقل واللوادر اللي بتنقل عشرات أو مئات الأطنان بسهولة نظرا لعزم الدوران المرتفع حتى لو كانت بتمشي بسرعات منخفضة نسبيا. يعني بدون عزم العربية مش هتتحرك، علشان كده هتلاقي عربيات التحميل أو الجر زي الجيب والهامر بيكون فيها العزم عالي وفعال بغض النظر عن قوة الأحصنة. معنى الكلام ده إن العزم هو القوة المباشرة اللي بنحصل عليها من لفة عمود الكرنك، ويعتمد العزم على عدة عوامل منها حجم المحرك وأوزان المكابس وعمود الكرنك. والعزم هو القوة المسؤولة عن المقاومة، لأنها هي اللي بتحرك العجلات وبتنقلها من حالة التوقف
وبتقاوم الجاذبية علشان تحرك العربية، والقوة دي هي اللي بتدفع العجلات على السرعات البطيئة وبتديها طاقة حركية. مثال على الكلام ده علشان نفهم أكتر، واحد صاحبنا باع عربيته كان نوعها انفينيتي محركها 227 حصان، واشترى عربية فولكس فاجن جيتا تيربو ديزل محركها 140 حصان، وده فرق كبير طبعا وفي صالح العربية الانفينيتي، مع الأخذ بعين الاعتبار إن وزن العربيتين متقارب. بعد تجربة العربية الفولكس فاجن الراجل أحس إنها أقوى من الانفينيتي، وخصوصا في التسارع، وحس شعور مميز بالقوة لما لسانه لزق في سقف حلقه ولم سنانه وأعضائه الداخلية من الكنبة اللي ورا. بعد تجربة عملية اكتشف إن تسارع العربيتين متساوي وبيوصلوا للاتنين من 0 لـ100 كيلومتر في الساعة في 8.4 ثانية، حاجة غريبة جدا. السؤال هنا هو إزاي نفسر تساوي العربيتين في التسارع مع الفرق الكبير في قوة الأحصنة ومع تساوي وزن العربيتين، واللي المفروض إنه يرجح الكافة للإنفينيتي. التفسير العلمي هو ان الفولكس فاجن بتمتلك محرك عزم دورانه 320 نيوتن متر على عدد لفات محرك 1750 لفة في الدقيقة، واللي هو عزم كبير مع عدد لفات محرك قليلة. اما العربية الانفينيتي محركها عزم دورانه 294 نيوتن متر على عدد لفات محرك 4000 لفة في الدقيقة، واللي هو عزم كويس جدا لكن على عدد لفات محرك اكبر. ومعنى الكلام ده انك مش هتبدأ تحس بعزم العربية الا بعد ارتفاع عدد لفات المحرك بشكل كبير لحد الـ4000. وطبعا مش شرط يكون ده عيب في العربية، لان الانفينيتي بتعتبر عربية فخمة ولازم تديك شعور بالسلاسة اثناء التسارع. اجيب لك من الاخر، انا لما كنت زمان احب اختبر عربية زيرو مانيوال واشوف عزم المحرك كنت اطلع على الغيار التاني بدل الغيار الاول. لو قعدت العربية تسقف وتطبل وبطلت اعرف ان المحرك غلبان. ولو بختبر عربية فوق 2000 cc او ميكروباص كنت اطلع على الغيار الثالث، ولو اتحركت يبقى عزم الموتور محترم. طبعا الكلام ده في التسعينات قبل ما تبقى فيه اجهزة بتقيس الكلام ده. فهمنا العزم؟ تمام. ندخل على القدرة الحصانية وبعدين العلاقة بينهم علشان نفهم أكتر، وبعدين أجيب لكم الزتونة. تاريخيا ظهر مصطلح حصان في القرن الـ18 على إيد المهندس الاسكتلندي جيمس وات، لما حاول بيقارن قوة المحركات البخارية بقوة حصان الجر الحقيقي. وبعد كده تطور المصطلح ده وتوسع استخدامه ليشمل أنواع تانية من المحركات زي محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الكهربائية وغيرها من مولدات الطاقة الميكانيكية. القوة الحصانية دي تسمية شائعة وخاطئة علميا للوحدة الفيزيائية المعروفة بالاستطاعة. من غير ما ندخل في تفاصيل كفاية نعرف انها اساسا بتتقاس بالكيلو وات والعديد من الوحدات المكافئة، ومن بينها وحدة الحصان، واللي بيختلف تعرفها من دولة للتانية. مثلا هتلاقي ان كل واحد حصان متري اتش بي يساوي 1.13 حصان اوروبي بي اس، وكل واحد كيلو وات بيساوي 1.359 حصان متري، وبيساوي برضو 1.376 حصان اوروبي. الهورس باور او الاتش بي القدرة الحصانية هي عبارة عن عزم الدوران مضروب في السرعة. وبأبسط صورة فإن واحد حصان يساوي مقدار القوة اللازمة للقيام ب 745.6 نيوتن متر في ثانية واحدة. وعشان أقرب لكم الصورة أكتر، يعرف الحصان المتري بأنه القوة اللازمة لرفع وزن 75 كيلو جرام مسافة متر واحد إلى الأعلى بعكس الجاذبية في ثانية واحدة. وليه تعريف تاني هو رفع كتلة مقدارها 15 كيلو جرام لمسافة 304 متر في الدقيقة الواحدة. أما الحصان الكهربائي فيعرف بأنه هو قوة 746 واط. يعني لما تشتري موتور مية ويقول لك الموتور 3 حصان، اعرف أنه 3 ضرب 746 واط. وفي عدة أنواع من وحدة الحصان بينهم اختلافات بسيطة جدا، لكن أكثرها شهرة واستخداما هو الحصان الميكانيكي. نفهم الكلام ده ان القدرة الحصانية هي المسؤولة عن سرعة العربية والوصول بيها الى سرعات عالية بعد الانطلاق. وخلي بالك من بعد الانطلاق دي،
لأن المسؤول عن الانطلاق أو بداية الحركة هو العزم زي ما قلنا. القدرة الحصانية هي اللي بتحدد السرعة القصوى للعربية، لكن طبعا القدرة الحصانية لا تساوي أي شيء بدون ما تتحرك العربية أصلا في البداية. القدرة الحصانية في الواقع بتقيس نشاط المحرك وقدرته على رفع عزم الدوران من مستوى لمستوى أعلى في زمن أقصر، وده اللي بيفسر حاجة السيارات الرياضية لقوة حصانية كبيرة عشان تقدر تتسارع بشكل أفضل وتقطع مسافات أطول في زمن أقصر. المهم بالنسبة لينا كمستخدمي سيارات هو استهلاك الوقود. بشكل مبسط القدرة الحصانية هي وحدة مكافئة لاستهلاك الطاقة، بمعنى كل ما زاد عدد الأحصنة في قدرة العربية كان الأداء أفضل، لكن كان استهلاك البنزين كمان أكتر ومصاريف التشغيل والصيانة أعلى. هي الدنيا كده، لا مغنم بلا مغرم، مفيش حاجة ببلاش. عاوز تركب عربية 300 حصان، اصرف يا باشا على أكلهم وشربهم ونظف تحتهم. العلاقة قوية بين العزم والقوة الحصانية، الاتنين متلازمين، لكن العلاقة دي بتكون محكومة بدوران المحرك اللي بيحدد مقدار زيادة أحدهم ونقص الآخر. هقول لكم مثال هيوضح الفكرة أكتر. هنقارن على سبيل المثال بين عربيتين ألفا روميو 145 وهوندا سيفيك فيتك، وهتتخيل سباق تسارع بين العربيتين دراج ريس، وظاهر في الصور إمكانيات المحركات بتاعتهم. ألفا روميو بتتمتع بقوة أكبر عند سرعة دوران منخفضة، وعند خط بداية السباق هتتقدم على هوندا سيفيك، ولكن محرك هوندا الصغير بيبقى أقوى لما بيوصل لسرعة دوران عالية، أو أقصد عدد لفات أكتر. معنى كده إن الهوندا هتلحق ألفا روميو بعد قطع مسافة كافية، والعربيتين هيوصلوا لخط النهاية في نفس الوقت تقريبا. معنى كده إن عزم الدوران الكبير عند عدد لفات قليلة هو اللي أنقذ ألفا روميو 145 وخلاها تتقدم في بداية السباق، لكن القدرة الحصانية الأكبر في الهوندا عند عدد لفات كبيرة هو اللي خلاها تعوض عن تقدم ألفا روميو وتلحقها في نهاية السباق. طيب حد يسألني هو مين فيهم أهم، العزم ولا القدرة الحصانية؟ الجواب إن الغاية من العربية أو نوع الاستخدام هو اللي هيحدد الأهمية. فمثلا لو كنت جني من عفاريت الأسفلت ومن محبي السرعة، هتحتاج الاتنين مع بعض. العزم مهم جدا للتسارع خصوصا في بداية الحركة وفي أثناء التجاوز، أما السرعة فبتلعب القوة الحصانية الدور الأكبر فيها، لكن اللي بيحدد سرعة الوصول للسرعات العالية، خلي بالك سرعة الوصول للسرعات العالية، هو العزم مرة تانية، لأنك أحيانا بتلاقي عربيات بتوصل سرعتها لسرعات عالية جدا لكنها بتاخد وقت طويل، في حين أن أنواع تانية بتوصل لنفس السرعات في وقت أقصر بكتير، وده بسبب العزم. طبعا من غير ما ندخل في تعقيدات نسب التروس وكم غيار ومانوال ولا اوتوماتيك ونوع الفتيس والديفرنش والكلام ده كله. طيب اذا كنت من ذئاب الجبل ومن المطاريد وبتحب السفاري وطريقك كله مطالع وجبل وغرز، او بتحمل في عربيتك اوزان وحمولات كبيرة، فانت محتاج للعزم بشكل اكبر، زي الهامر اتش 1 مثلا، وهي عبارة عن عربية يصل وزنها لتلاتة طن بمحرك ديزل 6500 سي سي بينتج فقط 150 حصان. ورغم القدرة الحصانية العادية دي، بتعتبر الهامر من أهم الآليات في الاستخدامات العسكرية، دبابة ماشية على الأرض. عموما العزم القليل ليه حل، وممكن نعوض نقص العزم من خلال طريقة سواقتك للعربية. كل اللي هتعمله إنك تسقط غيار أو تنقل الجير أو صندوق التروس للترس الأقل عشان تستفيد من قوة المحرك، ده طبعا بالنسبة للعربيات المانيول. أما الأوتوماتيك هتكبس دواسة البنزين للآخر علشان تضغط على زرار الكيك داون اللي بيفهم الفتيس إنه يسقط غيار فيرفع عدد لفات المحرك. وطبعا العربيات ذات العزم المنخفض أقل استهلاكا للوقود، لكن لازم تضغط أكتر على المحرك عشان توصل للسرعة المطلوبة. ولما تتحرك العربية وتبدأ بالتسارع هتحتاج عزم أقل
وقدرة حصانية أكبر للحفاظ على السرعات العالية. الخلاصة، القدرة الحصانية هي اللي بتحدد السرعة اللي بتجري بيها العربية، أما عزم الدوران فبيحدد الوقت اللي بتحتاجه العربية للوصول للسرعة دي، وكل ما زاد عزم الدوران زاد التسارع، وكل ما زادت القدرة الحصانية زادت السرعة. العلاقة بينهم علاقة مترابطة، وكل مصطلح منهم مرتبط بالتاني ارتباط طردي. نهاية الفيديو، أتمنى تكون المعلومة وصلت كاملة وأكون جاوبت على السؤال. أشوفكم على خير، سلام.